السلام عليكم خالتي، ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله تكونوا بخير. عندنا هذا فيات سكودو 2023 خالتي، مابا ماراش ماشي 20000 كما تشوفوا. ها هذه 2023 ماش مام با ماشي 20000. على هذه راني متاسف هكا، وراهي شغل ماش عجبني الحال كي حليت له الكيلاصه كما تشوفوا خاوتي. غادي نقول لكم هذا البروبليم اللي راه صاري فيه باش ما توقعوش فيه خاوتي، وتنجموا ايفيتوه هكا موتير جديد ينحل. خاوتي هذا فيه بروبليم، دخلنا للورشه على اساس سيركوي تاع ليكيد دو فرواديسمون خاوتي، كاع توقع فيه لا بريسيون لي ديريت هنا ينتفخوا. كما تعرفوا راني داير شحال من فيديو من قبل، كي يكون عندكم لا بريسيون في السيركوي تاع ليكيد دو فرواديسمون تروحوا لي شونجر هو الاول، لاخاطش هذا فيه شحال لا مارك، شحال لا مارك ماشي غير في هذا الاج دي، مام في التي دي، في الاج دي، في الدي سي، في كاع الماتير، راه هذا لي شونجر هو يكون السبب باش يدير لكم لا بريسيون في السيركوي تاع لي كيد دو فرواديسمون. شوفوا خاوتي كيما هنا الموتور راه عندنا جديد، ماشي هذا هو اللي داير لنا ذا بروبليم. بعد ما فيري فيناه رحنا قلعنا ديريكت كيلاص. شوفوا خاوتي كي قلعنا كيلاص اتضح باللي سي فري جوات كيلاص هو اللي محروق، كيما تشوفوا هنايا الحريقه هاي هذه اللي تكون دايره كيما هكا، كي تقلع كيلاص اللي هذه اللي تكون دايره كاع، تسمى مادام لقينا حريق هنايا تما هي هنايا ولاو لي غاز لا بريسيون اللي تجي في لا سيلندر ولا تروح للسيركوي تاع لي كيدو فرونسمو. خاوتي شوفوا هذا صرا له بروبليم، اعزكم الله هذا دخل فيه كد بصح ما سلاش الماء، شاله طبقت شويه وبلوكت له فونتيلاتير ما ولاتش الدور. في دي اللقطه قاعد يتمشى ونحرق له جوانت كيلاص باش تيفيتو هذا البروبليم. الا تقدرت عليكم كيما السيد شاد ديروا في دي اللقطه، اي حاجه تدخلوا فيه كاش نقولوا ماشي غير في هكا كيما قال لك حيوان كيما هذا هكا كلب ولا حاجه حشاكم، قادر دير اي حادث من القدام باش ايفيتي هذا الجوات كيلاص كيما كاين حرق لك وكاع. عندك حاجه ديرها سهله، روح اطلع اشعل لاكليم تاعك دروك الاسي، زيد الفونتيلاتير تاع الريح تاع لاكليم، وراح طلع الكابو شوف، لاخاطش غادي دير في حسابك بلي كي تدرك الاسي وتشعل الفونتيلاتير وتشعل لاكليم ما تنوضش الفونتيلاتير، عرفها بلي راهي فيها بروبليم ولا راهي مبلوكيه خالتي. هذه هي. السلام عليكم.